نسأل الله أن يفرج عن إخواننا المساجين الذين هم في السجون من عشرات السنين، بعضهم لم يرى الضوء، بعضهم لم يرى الضوء فضلا عن ما يواجهونه من أسوأ صور العذاب في بلاد كالصين الملحدة وغيرها من بلاد العالم الذين يئن المسلمون فيها من الظلم. ونسأل الله أن يسلم المسلمين في عموم الأرض مما يواجهونهم من ابتلاءات، ويسلم المسلمين الذين هم في غيابات السجون ويسامون أسوأ صور العذاب ولا يعلم بهم أحد إلا الله. فجدير بأهل الإسلام أن يكون لهم، يكون لإخوانهم من دعائهم نصيب، لإخوانهم المساجين الذين وكما أسلفت لا يرى بعضهم الشمس ويصبح ويمسى بالضرب والإهانة والتعذيب والتنكيل إلى أن يموت. فجدير بإخواننا ألا ينسوا إخوانهم في بقاع الأرض من الدعاء، ولهم الله سبحانه وتعالى.